جاءتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعي لذا أدون كمال والبو أتكجوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كباها دي ساوثن ميديا كأبريشن وحان دبقال آن كسو مايني دل حالي لوغو جيستي سركال بليس كفدرال كسوماليات كاترسن دقمدا دركن لي قبل كبنادر ايانو فافاهين كديبي دون نهدي إلهي وكرال نغضو ساعدو مركا يا هيد geeska afrika goor sheegtada qiyaastii 10kii habeenimo ilaa iyo 10kii iyo rubi markay ahayd waxa magaalada muqdisho lagu dilay taliye ku xigeenkii saldhiga degmada dharkanley lagu magacaabo abdullahi dheere dilkiisu wuxuu ahaa mid qorsheysan oo shirqool ah walibana qabyaaladaysan ayuu ahaa Abdullahi Dheere waxa la yiri qaad ayaa soo dagahaya qaadkana sida caadada ay tahay way la dagaalantaa dawladda federaalka Soomaaliyeed jasiira iyo aagaasi ayaa dooma lagu keenaa markaas waxa la yiri
قاد ايا سود دقي اما سود دقايا عبد الله ديرو ما دام طليا كحيجينكي صليقة بليس كيدر كن لي اتهاي بل آنو كهور تقنو واو صور دقاقي طبعا صدح بابور بي اهايين ابقادو ايا الله اسكو دها اقاسي سيديد اهامبا لكن فور نظر ماشا لو يقان وعان ددك دقن در كن لي ويقرانيان فور نظر ماشا لو يقان ايو هرموت انت او دحيسا ايا الله ديقاي رك خبيسان او دبلي اه رقاسي انت آنو سو قارين ماشي لو قيري كهر برتاس ايا لو قد لي يوغو تاك تاكن مركا او قور ريسا وحا حبادة لو قد لفتينين لي رادو مدحي او ما اركي سي او دشي ابقال لكن جفادو او كي هاي اينان قرانينين ايا حبادة لو قد لفتي او دنتي وحا كالتو ما اركي سي داو عمي نول يجيري لغو مرمايا سركال لغو مقع اسكري لغو مقعابو سقار او اساقنا او دشي هرتي ابقال اساقنا وا حبادة ايا لغو شنقاي نول يجيري لما اوغا لكن سركال كان هو قامينا يي عيدامادا لغو مقعابو عبدالله ديري سيد حقيقة دا اه مركي هوري حبادة والان با لغو ردي قفك اللو سعودي الى ربي الا الدلو اساقوا اها او ماشا لغا سارو نور حبادات مركي لغو دفتي نفط واي دبتي ودمن كري وايي هادانا مر لباد ايا حبادا لو عليي مركاسي كدب يوغو وحي اوغا تاگين دمشو ايا اوغا تاگين لكن علاوشا اوركو جرتا ايا حبادو چرچرتي سيدا SMC سردون كادو او صاحا قيجينا ايو ادو ساعد مركا يا هايد لبادي هبي نمو قياستا اما كودي ايا ادي لبادي او حدي من صوماليا ايي نفط كبحضي عبد الله ديري سببت مركا لو ادلي عبد الله محيط هاي قضب كم معني ان ربنا انا استدلتا كسمينو باريتان كان كدب واكا يو قد شي عبد الله قبيل كيوي صوماليدا الين وما يمحا وهويه دير دارود يرحوين عبد الله ديري و هو قد شي جاتسن قول لا يرادو او كترسن بيمال sida aan rajaynayo hadaan qaldanayn hadaan qaldanayo way sixi kartaan isla markaasna macnihi dir ah hadaba gaatsan waa dir laakin gaatsan oo waxa jira hata ku nool by gaatsan ku nool bakool qaar koodna gaatsanimadooda ku dagan qaar koodna digil iyo mirifle ku qaaraan ah oo la garanayo ayaa jira sida abdi warsame isaaq oo kale waa nin reer bakool ah oo 25 golaha sare ku matalay digil iyo mirifle oo dadka markay soo dagaayeen macnihii dhulka digil iyo mirifle nimo dhigooda iyo qaraankooda waha laakiin si kasto ay ahaataba ninkan hadda la dilay waa nin gaadsan ah oo macnihii dir ah waxaan rajaynayaa xildhibaanada isaga matalaya maanta qaar kood sida ibi oo kale oo rabay inay dhoofaan way u baaqdeen dilka la dilay Cabdullaahi Dheere inta aan ka warqabno maxaa loo dilay markaa ninkan saldhiga degmada Dharkanley ayuu taliye ka ahaa taliye ku xigeenka ahaa Dharkanley taliyaha saldhiga jooga oo haystana waa nin shan caleemood ah oo digil iyo mirifle ah laakiin abgal sheegtay ninkan isagana ku xigeen buu ahaa Cabdullaahi Dheere marka xaafada xaaf degmadaasi niman ay dhahan Cabdulla Galmaax oo wacbuudhan ka tirsan ayaa isla heesiya marar badan bay isku dhaceen maadaama isla heesiyaan waxay dhahayn waxaan rabnaa annaga waa ka samaysan karnaa xaafada tusaale sida muqaadaraadka oo kale annagu dadka waa uga sareyna meeshan annaga laandheerayaalka ah xashiishada oo kale waan ku iibin karnaa daroogada waan ku iibin karnaa mana nala hadli kartid hawlaheena ma soo faragashan kartid ninkan sidaasaa lagu yiri marar badan ayaa loo dhigay shirqool marka isagu marka wuxuu ahaa nin si toos ula dagaalama muqaadaraadka
iyo boob kaantiyadeed dhihi jiray war dadku way siman yihiin. Sharciga ha lagu dhaqmo, no isbaaro, no dhac, no muqaadaraad, no xashiish, no baad, waxaasoo dhan uu la diriraay. Meeshana waxaa jooga niman mooryaan ah oo maarkaysa nidaamka dowladnimada qaarkood ku qareebta, shaatiga dowladda qaata, qaarkoodna danta ay u run sheegtay haddee mooryaameyntii hore, maadaama buliis iyo dowlad dowlad la galay, macnihii buul noqday oo iska fadhiya. Haddaba ninkan waan ka noolaan kari weynay, taliya ku-xigeenkii saldhiggana waa isaga, sharci darradii oo dhan wuu diiday, kababuudka ayuu la dul maray, xashiishkii aan iibsanaynay iyo muqaadaraadkii iyo gacantoogaalaysigii aan ku samaysanaynay degmadan qabiil ahaan. Marka sidaa awgeed, ninkan haddaynan iska hor leexinin ma noolaan karayno. Horta Cabdullaahi sidaasi ayaa loo dilay, waxaana dilka ka dambeeyey abgaal ayaa ka dambeeyey, sida warbaahinta SMC ay xaqiijinayso. Marar badan baa loo soo hanjabay oo lagu yiri afaareheenna ka bax. Afaareheenna ka bax macnaheedu waa maxay? Waxaan rabnaa inaan qarbudno, warniyow adiga ka bax. Isaguna sharciga waa inuu sarreeyaa oo dadku waa inay sinnaadaan. Qof la boobi kara booskiisi ma jiro, qof meel taabsan kara ma jiro, qof ma arkaysa macnihii muqaadaraad sida xashiishka oo kale ma jiro. Qaadka dowladda degmooyinka oo dhan xamar way la dagaalantaa, adinkuna ka mid baa tihiin, waxba kagama duwanidiin. Sidaasay isku hayeen. Markii ugu dambeysay waxaa lagu yiri marka qaad baa soo degay guri noocaasa, jasiire ka yimid, kaalay taliyow ma arkaysa soo qabqabo. Laakiin taasi shirqool bay ahayd, dadkii soo waxay waa la yaqaanaa sida SMC loo xaqiijinayo. Kadibna waa marka uu soo dhaqaaqayo saddex baabuur iyagoo wata foornada iyo inta u dhaxaysa Hormuud, intuu istaagay iyagoo halkaa isku sugaayay miyaa ma ogi, halkaa lagu shanaqay. Oo xataa kuwii la socday ee qaarkood abgaalka ahaa la dilay si ninkan aanu u badbaadin. Marka ninka lagu magacaabo Sarkaal Cabdullaahi Dheere, dilkiisa sidaas ayuu ahaa. Waxaan rajaynayaa marka dadka uu ka dhashayna oo isagu matala, waxay isla soo taageen la duugi maayo, ilaa iyo ninkan dadkii dilay waa la yaqaanaa, shadii kale shan baa lala dilayaa. Ugu dambayntii CID-da in loo qaaday ahayd, looma qaadin CID-da ee ma arkaysa macnihi isla barta uu joogo ayaa sawir looga qaaday. Afisiyoni oo aan u malaynayo in saraakiisha lagu aaso ayaa lagu aasay Sarkaal Cabdullaahi Dheere. Sidana loo sheegay, Cabdullaahi Dheere waxa uu ka tegay 8 caruura ayuu ifkan kaga tegay oo uu dhalay, dabcan aabe ayuu ahaa. Shirqoolkiisana qaabkaas u dhacay. Waxaana naloo sheegay oo kale in habeen marar badan shirqool loo dhigay, markii ugu dambeysayna qoryo lagu qabtay, niman abgaala ay qoryo ku qabteen. Markaas kadib uu iska furdaamiyey, oo ma arkaysa macnihii isaguna xabadda uu la tiigsaday. Marka ninkaasi waxaa laga dilanayay, marka booskaasi ayaa laga dilanayay, oo macnaheedu ay tahay haddii ninkan booska uu ka baxo, annaga mooryaanteenna abgaalka meeshaan degan Soomaalida kale waa kufsan karnaa, waan dhici karnaa, shaatiga dowladda annagoo wadana sharci kabood baan ku samayn karnaa, dhulka waan boobi karnaa, cashuuraad badan baan ku soo rogi karnaa dadka aanay ahayn abgaal, waxaan rabnaan ka samaysan karnaa. Macnaheedu waa sidaa. Haddaba dowladda federaalka Soomaaliyeed oo Soomaay iyo maxaagu ay iska leeyihiin, haddii Cabdullaahi Dheere dilkiisii ay ku wareersanaayeen, annagu ha naga bartaanu jagada ayaa laga dilanayay si booska uu ku fadhiyo, maadaama dadka shacabka ah uu u dhimriyey, maadaama dadka shacabka isbaarooyinka uu ka dul qaaday, maadaama dadka shacabka ah Soomaalida wixii degan meesha, hadday yihiin Daarood, hadday yihiin Raxaweyn, hadday yihiin
هوية هديهن باش الشنات هديهن إسلا ديرتا صومالي دوبا إنتا سيكا كوبانتاي إنتا صومالي دو ميش الدقن الشعب كا ومعني موريان قبيليسان أي باديسي كبتا أيو أفكا كقليي ساقا وحوي سرينت سرينت شرعيقا دادك لما ديحي كارو لما بوبي كارو مركا موريان توي كاكات كادين جرتي وبرسان جري وبعسان جري كوات دهاية أنقا اللان ديركا معني أبقال وحن ربنا سمينينا دي جري كاديدا أيو كوعليي أو ربي شرعي كبود إناي سميان أبقال أردن ما هنتوغو لكن أبقال كو داد في عنا ويليهين داد ماركي سي أنو كالي دهايو أو شرعي دروح كو دونايو أو داد كمعني إناي بوبان دونايين ويجرين أو موريان أو هوبكا لغاندقين أو هوبكا دو قرسي يعني ماركا رقاسو كبتا أفكا كقليي ماركي سي ماركا سببتا معني ميشن كان وميشن إسلو غايين لمن كان أبقال كا ninkan hadaynan meesha ka saarin anagu meeshan kuma laan dheereyn karno mana ka noolaan karayno oo macnihi dadka kama sareyn karno ma boobi karayno xashiishkeena ma iibsan karno waayo sandaqadii xashiishka oo dhan buudku la dulmaray uu daba gadinay sandaqada xashiishka ay ku iibiyaan macnihi nimanka mooryaanta ah iyo daroogooyinka kama buudku la dulmaray maba u joojinba macnihi xaafada nabad ay noqotay حسلوني بو كدغي كلا دمبين معني قف انا كحوغايا دهاي مجرين قف انا لانديرا وكحوغايا معني وكدلايا وكفصنايا وكجوجي بركه صوت لو يدلي waxaa way booska aan ka wareejisano kadib taliya anaga ah hana lo magacaabo meeshan hana lo keeno marka nalo keeno kadib ninkan shan caleemoodka ah ee taliyaha saldhiga ah oo awl ba abgaal soo sheegtay oo abgaalnimo macnihi ku jooga dabadan laad ka gelin karnaa easy weeye hadda ma fahmaysaa markaas kadib shaatiga dawladda annagoo xiran dadkana waa dhici karnaa isla annagaana loo soo dacwoonaya dadka waan kufsan karnaa isla annagaana loo soo dacwoonaya ribootkii annaga unbaana loo keeni annaga unbaana kufsanayna annaga unbaana dadka baarayna annaga unbaana loo soo dacwoonaya معني وجدد لقالها عبد الله إن لدلو قف البنا وقت يولي هرت سيد دبا إلهي قرآن كيس حكويري ما أرك يس معنيه النفول بجيرد ويدمين يسا قف جوجا يا ملي لكن عبد الله يدل كيساسو أها مرك الدولة الفدرال كهذا الدير ربطها وسوا مع عوضه صلديك نركن لي قف معنيه شاتك الدولة كموريا مينا هذاي ربها وسوا مع عابان هذاي ربان قف ما أرك يس دجمداسي مقدرات كي وناجة ما أركيس مقدرات كرد دجال الله ما يو وناجة يو سنان تضدك هرسيدة هي هقصه ما جعوضه جو أنك يضع إسكاله لكن أنا قد أنا ورباهين توحى نقصيسة إن أنا شجنه دلك سيدا أود عي يو سببته لود دلي سركال كاسي سببته كدم بيسة إن يا هيد إن جعنتو جاليسي لجواي إن معني ماشى على جسة ما يستو أو لقول عن دريو. مركا إن شاء الله تعالى هل كاس أيان وكسو كوبينا برنامج كا عبد الله. وعن ربائنا نوجد بمركا. سعيد عبد الله الدني. وذا هذا الأيو كل جرا أضياعه. وحولي هي. إلا إن كراسة بوساس ما بوب كرايو. ويا أذكت هاي. وحولي هي صدن يتضبطان كرسي. هلا إسيو أنجي أرن جان أردن وايدي كتجينا. magaalada muqdisho ayaan ka dagayna mana idin ku soo noqonayno hadaan guuleysano iyo hadaan guul dareysanaba sidaas ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani odayaasha iyaguna haana ma dhihin mayana ma dhihin ilaa hadda jawaab ma aysan siinin maxaysan u dhihin macni Saciid Cabdullaahi Dani hadda meesha duu ka tagaayo yaa lagu bedelayaa su'aal waay ما أضياش الله إيمانا يقف كبنتي لأنه يقول بدلا يا مركز دني وماش كصوتكو وهي هاي دني إنو قربو داي ويأجيهين حل دبان نضو أردن قعنت مكا ساري دونان أضياش بنتي لأن صدن يتدباد حل دبان هاد دورشة لغو دوران دونا بنتي لأن لما يقان أفرتي كرسي إلا دوران لحانا أو حاوي دب أيا لوديك هادا تانا وحاد دليل أي أتهاي إن دني ولي ودا هادل أضياش سي هوس هوس ولقلايو لكن هدي أي نقطة إنه وحبابه وما بدنا إن كراس تضبيط طبعا أما شنو يطبعا كبدا
وكسو هلاي بونتلان هدي وحلس يلا يرادنا هو بنتلا آنواي ما أركي سمعني كرسي جيسي دنبئي كان هربا فدرال كي يصو نقشديسي وايو هدي لسو سقوتيو وحكوصو بحيد دونا شروط وده ياش إنا كان سدان قف بوس كاسي هدو وكفر ليو كفر يستا إسلامر كانا وحواي أما هلو فدرال كينو آداي انتا وحاسي دير بركة هذا سعيد عبد الله الدني لما رضى يلسنكره in one point وانيك حسن علي قيري هذا معني كوبية كياني او ماركي سي محمد حسين روب لكود دري او شلي وحا شرعي اهين لربي ان سم عبد الله قدلو حسن علي قيري ولو مركي هربا هندسا حسن علي قيري اولها بارلمانك سوماليا وهو قامنا يو هل ييقى اولا شي ميلان بروفيسر محمد شيخ عثمان شواري وانيك الديدي ان او ان الاف يقلبي نجح ارقق حصده لقو دارو نيكا قاشانكا او ضروري بارلمانك فدرال كورتي شواري ايوها ماذيكا قاردي لكن وحان بارلمان لمرسينين شرعي مبا النقضان با اول با او ان الاف ارقق حصده ما صوماليا مرنبال لما قلن با هندي سقراه وسيرا ذا حسن علي قيري يساحي بديس اي كينام اي كينام با اهيد تين اللما ميل مرين مركا شلي طالع هلك وكله في رئيس الوزراء محمد حسين رابلة وقلنا شيء غير هلا ولا سعد وحوي شاكة دي الكويت يوم أركيس هبر قدر وهبر قدر يوم مرصاد مرصاد نقولك هلا لك جلو وعي معناه ده واسيد حصل علي خيره ومر نقضي هوية كم تلي رئيس الوزراء لماذا تي أم بالله لد الرسيه مركا وو دجال أجنست كدن مرصاد فروم دجال كسوكي ما دي ما شرتين أن ساعد هبر قدر دقال كواسي داسي مركا عيدة قولي سنة الله اوك لكن حقيقة دو وحي تاي داني دقال كيسو مسهلنا معني دادك دايل سنة لما دايل سنكرو إلاي حد لما دايل سنكرو صوتان كولاي وحاوي هبلان شعلاي هبلان نعباي صومالي الدورة شدد كو محدنا وحب بوبا الله قنتدي او لقوهشي مر هدي بوب لقوهشي ينا كراس تدوا بالبوبا يا ميل والبا قد كهدلاي ماد أركتاي وامي وجيء أن لأقولن باش مرك وابسو لعقواي هبلان شعل هاي يكون مجرد ما يشاس money talks لعقبة هاد ليس money سعيد عبد الله يدني مركا معارك العقتي إهلي لهايين أو إماراتك إكهلي لهايين تصالي سيد عبد الرحمن عبد الشكور أو بورصة فاروق الله صار نقضي أو العقل لو سودي دي سيد مارك يسمع نيه حسن شيخ محمود إمارات العقتي ديب لهايودن دنيا هذا قعدت لقى صاره، مركب دنيا هذا العجوه هيستا وقاعده يا، دنيا العجوه هيستا، أوكي قدرنا وحي كانت مجال هذا مقدوش العجوه عالم بين نبضي النول وكانت مرجعي معلول، الله ري مركب هذا هو ما عشان ما أهن، وين من وين فود ما أهن، حلبان كان عضينا يبس وفيرنا يا، حلبان كان هدي عد كيسي لوجارو بقول كنو دولار. تصالحان كلجي تليا فرماجو هدي بقول كن أوجارو دنينا أوجارو بقول يقتكون سكبر داف بقول يكو كن هدو جارو حلوان كان بقول يكو كن وقادنا يسق هدي بقول يكو كن دني أودي وهدنا كلجي تليا فرماجو وده بقول يلبكون بقول يلبكون وقادنا أمر كدم بواي بيع عدم بيع راعيان مركب ما ماشة بيع سالجو ترتمايا not easy ما هن واحدة دوينا على رهايو دني ما دورني فرماجو ما دورني عبد الرحمن عبد الشكور ما دورني بروفيسور كوسو ما دورني شركه سداسي وي كغديسنت هاي وا لعق واي عدي لعق بدته تصراحان كلغي تلي محمد عبد الله فرماجو ما لا اسكا دورتي مس لعق لو دورتي لعق لو دورتي يا اوغ لعق بدنا مدحوين حسن شيخ محمود اوغ لعق بدنا 2016 كي مس هو اسكو ديدنا لكن لعقتي حسن شيخ محمود تيرد بدنيد اولها ayun ba inta laga qaaday isagoon ogeyn farmaajo loogu campaign gareeyay moogtiin mise moogidiin xasan ali qayre isagoo macnihii ganacsade NGO la ah xasan sheekh buu campaigner u ahaa 2016 laakiin si hoosana farmaajo campaigner ugu ahaa xasan sheekh 1900 iyo san xildhibaan ba waxay u fariisatay halka loo yaqaano waxay u fariisatay howl bari oo kala doorashada markay tahay بقول سجاشن يسال حل دبان بها وحيدين بريتو العذاب مدحوينه بقول سديتني أفر عذاب مدحوينه وكسب بها ليه العقد أقيمينه يا مركا
كاسد حسن شيخ العقدة وكسوة بحين أي هوتيلك العقدة وحلو ديباي حسن علي قيره حسن شيخ وحودها العقدة سي سي دتك حل ديبان نظر إي سي حسن علي قيره العقدة مركو حسن شيخ كسوة قادو وحل ديبانك قوني ولبح أيو العقدة وسينا يحودي جري انتاسي قادو واجيب كي فرماجو بريتو لفرماجو وقشب أديك العقدان أنا كسيي واجيب كي فرماجو يعني لغا سوى قادي العقدة حسن علي قيري العقدي حسن علي قيري لغا سوى قادي حسن علي قيري أيا العقدي وحنبي لحسن شيخ محمود العقدي لغا سوى قادي قيرو واي قيري مركز وحسيه سديل وقلجري فرماجو إن رئيس الوسارة وكندي قدونه that's why فرماجو وكسوى بحي العقدي حسن شيخ لغا لغو دورته انت بدن فادياسين هل طبعاً شن مليون لو كان مانو طبعاً شن مليون كان بينكم ما في اللين حسن شيخ سديت المليون ووتي بقول يساقاشن يشن حل دبان يساقا قعنتكو هاي هبين كور دورة شادة مالينتي مركا حسن علي قيري كان بينر كهوسي ان لو جيدين فرماجن هو اها يساقو ديل كل جري انو رئيس الوساري نقونا ايو لكن كان بينر كعط اللي اقيا هاي اوفيشال كاه يا حسن شيخ نوها مرك عادي شاشة مرك أردت حسن شيخ كان بينر كيس حسن علي غيروها نيكا مرصديها بر عين لكن هوسنا فرماجو كالجري مرك ما دام كان بينر ويا حسن شيخ العقد وكسو قادة حلبان نظر مركو سين ماغو قولك أولاقلو حسن علي غيروحو كدايا العقد فرماجا إذن سيي وانا العقد حسن شيخ وكسو قادة ساس أقياني موقت that's why إلاي هاد حسن شيخ محمود يا حسن علي قيره ايس كولا دحسيهين او وليبا ايس فيرين هاد دكور وان اذين شاقني بل حسن شيخ محمود يا حسن علي قيره او صاحبه بل اتوس عاقد دي وطر كالا بطل كي وكو نفتي بركي وريا وانا قيانتي هاد دكورنا هاد دانا اللان مركي هوري مركو سا او قياني فرماجو او صبحي مركي دنبو حكوقا عيه مامو القبلة دي انا قعنتكو هاي لفتا قرين انا قعنتكو هاي لو سمريب انا قعنتكو هاي ودسي دني أنا قعدت كوايا وتي آرن جان معني دهين هذا مدحوينه نون قنا رئيس الوزراء قادنا إنا أحمد بدوبي أنا قعدت كوايا وحي أردن أنا قعدت كوايا فرماج ماشوا وانكتورينا وتندني وفشلينا أي لو سمرابتي وجودن بيسي فرماج وكوير إذن أدي رئيس الوزراء هجا واكل سعطان سيا وحجران إسقنا ساس ونو شيء جايا إنه كتورو ربع نساس وتي مرسل إلى طلياش إنتو لصوا اللي فرماجو وارون أي دهين سردونك أي حقيجيين تضبط دقيقة إساقو لو سمرهب قرونك قور قور كلا آلمين تاينايو واتي تضبط دقيقة لقوري دي أولي دورشادو كوفا فشل باي قعان تتاقة تريا نو بروس كماركي لقود فناي ها مركا هاد دي حسن شيخ وحو يري ورنيا دارا هاد دوادي خيانتي فرماجا صوصا دي هاد دينا مامول قبل دي قعان تانكو آيا باتري داقال لما قودت قطة واي هي دقالي نوغا بحي نسي حتى اسكينا دو هل قمتينو يري ما شقاينا يسو واتن معني فير دقدق حسن شيخ نكرو قبا تضبو فيرو وكل نفتي مركيبة دقدق مركا ساعة وقيت ولا ليال هلو مريان اي مريان مريان ما قرت اسكو صوت الدوب مركا اسكو سوى دو مرك وريا دمانتي معني سعيد عبد الله الدني لمانا دايل سنكرو وانا لا دايل سنكرا وحان لو دايل سنكرين باشان العقواي بيسو ماني ماني توكس مرك العقتي معارض كايقادا لهايين حد اساقا قعنتكواي تعيد دني العقوا هايستايا حل دبانا دي ايد هاي مقلانو العقوا هايستا حمر العقب ولا إيمان دونا وحيس سقوط جاف جافتي ما أركي يسمع عنه متعسيني ها مركا إن شاء الله تعالى كل ما أركي يسمع حاجة ده يعني وحي ربطاء إن أي تعسية يسون نفس الديدة تعسية بقى كجرتة تعسية هذا قبصو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وعد السلام تاجر ياش.
Soomaaliya dhan kama dhimo wiilkaan. Soomaaliya dhan way dishay. Way roob wiilkaan aanu ga dhintay. Dhammaan waan idin salaama taageerayaasha macalinka lugeeya. Waa magacaygu waa Maryan Cali Jumcaale. Waxaan habar yar u ahay sargaalka maanta lagu dilay maxay dharkeenli ay dubteen beesha hawiye. Hawiye ayaka dadka dhimeeyeen. Marka insha Allah ehelkii qaraabadii oo ka geeriyooday oo aniga ka mid ahay walaashay Faadumo Xasan Geedi aniga taxsiinayaa qaasatan beeshiisii gaadsan. Kulliga waxaan leeyahay xaqiisana Allah soo ifiyo isagana insha Allah Allah u naxariisto qabrigiisa rooda Riyadul Janna Allah uga dhigo. Insha Allah. Allahumma aamiin. Asalaamu calaykum. Hibe maad taxsiinaysaa? Soomaalida kalena u taxsiya, adigana taxsiin. Soomaalida kalena u taxsiya wixii raxweyn oo dhintay, wixii daarood oo dhintay. Wixii raxweyn adaa u taxsiinaysid. Wixii raxweyn adaa u taxsiinaysid. Wixii beesharaad oo dhintay, kulli Soomaali oo dhan baa matalnaa. Soomaali yeah. Soomaali oo dhan baa matalnaa. Hore igu mushay. Wixii dhintay u taxsiiday. Ama Allah u naxariisto, insha Allah. Intii Muslimna, intii shadaad diina haddii. Oo dee. Afka biso oran cidi kuma arkaysay afka buuxso kuma jiraan habar yar Faadumo roobo ka bilow romantic maqad kugu jira bixi hay'ada dhaqso waqti waay dhaqso haddii waxa adiga shan kun oo qof ku daawanayso okay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya dhan intaa ka salaama intii daawadanaysay intii maqlaysaba waxaa kan taxsiya ugu dirayaa hawrta Faadumo iyo wiilkii dhintab ilaa u naxariista ilaa jannada ka waraabiyo intaas adiga waxaa insha allah annagoo dhan alla noo naxariisto waxaan arkayaa ma arkaysa xaajiyad way maadsan tahay Maryama Cali Jumcaale wiilkaasi gabadha dhashay ayay la dhalatay iyada nafsadeeda ma arkaysa macnihi maadaama wiilka habreermano ha macnihi bay iyada sarkaalkan la dilay xaajiyadda waxay u tahay habar yar waxaan meeshaan ku arkayaa marka qof soo qoray lafta gareen gabadhiisa meeshaan ku jirta waxaan ku arkayaa nasteexo lafta gareen ayaan ku arkayaa nasteexo lafta gareen war lafta gareen ma dhalin ani ogaalkaygii intaan ogahay nasteexo lafta gareen lafta gareenka hadda jooga ayay la dhalatay walaashiisii weeye haddaba fahmaysaan ee lafta gareen ma dhali kara gabadhan macnihii dadaa waxay soo qoreen gabadhii lafta gareena meeshaan ku jirta nasteexo lafta gareen ma dhalin gabadha lafta gareen gabadhiisu ma arkaysa da'dan ma jiri karto nasteexo lafta gareen walaalo yihiin Cabdicasiis iyo nasteexo walaalo waay gabadhan waxaa la lahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Cabdicasiis waa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sidoo kale nasteexana waxaa la lahaa nasteexo Xasan Maxamed lafta gareen saas waay marka ma dhalin ee dadka mar dambe si aysan ugu qaldamin dad badan oo dhahayaan arkay sawirkeeda xataa intay soo qaataan gabadhii lafta gareena dhalay gabadhii lafta gareen uu dhalay dhahayaan arkay marka maanta kadib waa ka gabadhaasi oo tiimka Muqtar Robow taageero ka mid ah haddana horta dimuqraadiyadda meesha ay ka gaareen dadkan digli iyo mirifle waxaan arkaa wax ma ku laaban waxaan arkaa macnihii fiiriya Sheekh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur campaigneriskiisay ahayd waana walaasha Cabdicasiis walaalkeedna waa ninka baydhabo joogay oo macnihii la geystay marka dimuqraadiyadda digli iyo mirifle uu gaaray horta macnihii heerka ay gaarsiisan tahayna meeshaas waa ka aragtaan laakiin si mar dambe aydan ugu qaldin gabadhan lafta gareen ma dhalin walaaluu la yahay waa siblings dad isla dhashay waay qodobkaasaan rabay inaan baraarujiyo biidnillaahi baari aqoontaydiina waxaan ogahay labada kun iyo siddeed iyo tobankii aan dhilaa bishii tobnaad October mar aan kambaynka si adag aan ugu jirnay waxaa weeye tiimka ay ka tirsanayd hala weydiiyey Aadan Malabow oo tiimka lafta gareen ah ee tiimka Muqtar Robow ah hala weydiiyo markaysa UK Hilaac
شكري آدن ده معني جماهيرتي مختار روبو علي أو منصور وهل جميسي آن ورصنو معني وحالي ربين لو نين مقن يعني موطنبو مرقات كدكتا مركا والالي يال انتاسان كسو كوبي لها بإذن الله باري ويل كاسين ماركي سي نفسد ديدي حاس كانيقا انقبو اياب حبرير النقطي او ماركي سي للدلي هادا وحان لان هاي داوحي الدلينا يوغن وحوما فائدي كران إساقنا ماركي سي الله ونحريستو انت مسلمين او قردر اللي قد لنا الله ونحريستو أننا إلهي هاي نون نحريستو دمانتين سعيد عبد الله الدنين اللهم الله يلسكرو لعقتي معارض كوردن إساقا هادا قعانتا كل جاي إساقا هايستا دورشادن لعق بين نقون دونتا وانا لعق سيدا لو بوباين واد اجيدان وحيدك هادلي كرتا مالي حدودي مركا لبادو قفو إسكسو هاري دونا وحي أبادان تهي إنا النقدان كليجي تاليه محمد عبد الله فرماجو يدني وحان ساولا يهي نمانكي سياسيين تهوية وان ترتمينا دهي روبلي او هادا نين هوية واتن حسن علي قيري ولدقايو إساقو أشقينا يا سعيد عبد الله الدني حسن شيخ محمود أيان ربي يقول دبين إنا كسو كوبو مدحوين حسن شيخ محمود أري ويريبا يقول صور دعضي شلي وحو يري قرمضان أيو أشياغيش مدحوين حسن شيخ محمود قرمضان أن إذن أخرنا يا مدحوين وحو يري قرمضان إنا أخريو لازم لابد مهم واي وحي مهم وقطعي إنا وحبدا أغانان ربنا برسدن حسن شيخ محمود مدحوين يهراء الصوماليا سيدان أيو ليه وحو يري إن أو إن إل إف أرجعحيسو لجوسو مذايو وحي موجينيسا مذاح بناني لا أنت سيا صدنا الرماه دي بده مدوين كان دمبي كلا بشدا ما أنت إجو أن كاسي جرعنا وحا وصوماليا كسو علينايا وضدي توصنيت الدبلوماسية ده نحات كأه وان بوجادينايا رئيس الوزراء يقوليس وسيرة ده من نبايو واكنا مدحوينه حسن شيخ محمود قرمدي سواتن وياه بل مدحوينه سيدا سويري محوما وانين وداني ارياضا سيمركو دهايو ووحان سور دوينينو ماركي سيهدي سياسد اوسن ولجيدين لكن وحان ربنا قفك دقيهيسي يا افكيسو انا اسمقلان مدحوينه حسن شيخ محمود مركو اللحظة قبل كالقوينة ايي او كاريهي اتوبيانك بايدابا او كحسوق ايي ادن حسن كيرو او دلا ايي ما أركيس لحدي قبل ماذا بنونه مدحوينك أو كلا جراي جيجيجا أيو كدقي والله دانتي معني علنك إثيوبيا أو تكره مركز أي كتليني سأدي صوابه قبل رئيس قو معني جدال كتاجي هاي سدان أيو لها بل عند جيسنو أو إن ألف مركز قرمه وضني أي نقطةي قرمه أي أرجع جيسن نقطة شلي وحول على مدحوين حسن شيخ محمود أبو وحلو يقنا أو إن ألف أو إن ألف يأوجس ينبديد يا شباب كل وارجع حسوا وعبا اسمه دامان وانا إن لا إسكابتا وإن لا لايا ساسولها ويا هي شلي هدي مدحوينها أورها وارجع حسوا وأنا لف هدنا أولي وسود ويني إن ليس كلا جسارو قرموس حي هي مدحويني حسن شيخ اللي عرور ما نوين ويني بل عند جيسنو ما نبينه وا his own words أريديسي أنكون نقان هلب حين، وأما ما قاعد قابل ما قاعد عارم بهلب حين، عبس ما دامن، عبس ما دامن، أوجسته، نبديته، أبوته، شبابته، القاعدة. هيه، من نبينا بل 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 كله أنكون علينا، بل أنكون علينا. ممكن يتجادلين، أنكون نقان هلب حين، وأما ما قاعد قابل ما قاعد عارم بهلب حين، عبس ما دامن، عبس ما دامن، أوجسته. معنى مالك دينتو ايسوه وذين محوها يبقوا لغمات دوري
raagii ay soo hogaadeen laguma dhowrayo war jooga waa la qabanaya war kaale maandhow dalkan iyo dadkan iyo degaankan aad wax ku leedahay imow oo horumarkiisa iyo wanaaggiisa ka qayb qaado adiguna intaasaa sharafta kugu jirtaa laleeya haddii uu dilo soomaa waa laiska qabana si wax kastoo lagu qaban karo oo lagu hor istaagi kara si ficil kastoo lagu hor istaagi kara ayaa lagu hor istaagayaaye muxuu waaye loo turi maayo loo turi maayo waaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma nabaynaa walaalayaal marka miyaan nabaynaa ma annagaa nabaynaa mise waa afkiisii maqal iyo muuqaal ah erayada shalay muu saxan yahay mise maantuu saxan yahay marka nin baa hadda ka hor weligiisa miraayad iskuma arkin markii ugu horreysay miraayaduu iska arkay markaasaa wuxuu yidhi sida aan maanta isaga hor imaaday weligay isagama hor imaanin haddii siyaasiga soomaaliyeed yaa shalay wuxuu sameeyey iyo tan maanta uu ku sugan yahay haddii uu miraayad isku fiirin lahaa hadduu isdaawan lahaa waxba nagama xumaadeen waa dhibaatada ugu weyn ee na haysata wa ha shalay adiga waa ma dheera shalay fiiri shalay shalay yesterday wuxuu lahaa ubo waa argagixiso waa in la iska qabtaa onlf waa in la laayaa waa in la baabiiyaa shabaab iyagu wax isma dhaamaan shalayuu lahaa jigjiga isagoo jooga welibana wuxuu ku daray jigjiga soomaali galbeed itoobiyaan baa iska leh soomaali shaqa kuma leh ayuu yidhi xasan sheekh waa madaxweyne dal ee soomaaliya waa dhulkii loo dagaalamayay lahi seven seven inaan anagu leenna haddaan nahay soomaali oo britishka reserve area uu bixiyey uu 1982 baarliin lagu kala gooyey dhulkeenna oo hantideenna iyo dadkeenna ay ku dhammaadeen xoraynta kuu banaasa weyn macnihii ciidamadeena gadaal looga soo daadiyey marka aan isweydiinno ninkan shacab maahan waa siyaasi sawlamid maahan marka sidii shalay mukhtaar roobow cali abu mansuur oo kale markuu sheekh mukhtaar roobow baydhabo u aaday madaxweynaha mailand uu israshaxaayey xasan sheekh maxamuud intuu ishayn waayey ayuu idaacadda v o eda oo jooga nin wacaysla ah oo cabdiraxmaan yeberow ay dhahaan u shaqayn jiray laanta b b c da isagoo washington maraykanka jooga loo dhiibay ninka etoobiyaan marka laga wareejiyey kadib waraysiu sii muxuu yidhi ma taqaanaa hadda waraysigaas waa laga saaray markay la xumaatay wuxuu yidhi mukhtaar roobow waxay ahayd 19 oktoobar 2018 bay ahayd wuxuu yidhi mukhtaar roobow fekerkiisii argagixisinimada weli kama tanaasulin ciidamadiisa duurkay ku jiraan lama aamini karo mana astaahilo in gobolkiisii maanta uu madaxweynimo isu soo sharaxo uuna isu soo taago waa qalad waa in laga hortagaa saasuu lahaa maalmo kadib markii ciyaarta ay soo xumaatay kismaayadii uu u gooyey ninka ogaadeen markii inay u dhoofaan loo diiday yaa oo eerboorka muqdisho laga celiyey sheekada ay ku dhanaanaatay markaasuu damcay raxaweyn inuu garab ka raadiyo siday u caadada ahayd jaranjar inay ka dhigtaan markaasaa waxay dheheen mukhtaar roobow cali abu mansuur xasan shiikaa dhahaya wax allaaliya wax lagu haysta ma naqaan ha gardaruu ku xiraya oo adiga shalay argagixisaad lahayd haddana markay kugu xumaatay mukhtaar roobow aa u doodaa aa noo soo dhejinaysaa miya annaga mukhtaar see ku jeceshahay 6 gobol aa kala goysay koonfur kulman annagaa leh ninka taagan waaye marka ciyaartaasi waa laysku fahmay waana laysku arkay waa isla sidii okay maraa wuxuu yidhi waan u doodaa af ingiriisi wuxuu isku qasaa xataa xuquuqdii mukhtaar uu dhuminayay muxuu dhahayey ninkan siyaasi uma xirna maxaana laga dagaalamaya nimankan hadda haysta mujrimiinta afaadyaasiin iyo farmaajo waxay rabaan inay ku shaabadeeyaan ninkan inuu argagixisan yahay iyadoo 7-8 sano ka hor uu kasoo tagay uu wiilkiisku waayay oo ballan qaaday inuu la dagaalamayo dhiig u shubay macnihii dadkii qaraxa lagu dilay 14 Oktoobar soobe la og yahay ma fahamtay jawaabtaynise soo dhiibeen shuruudihii weli sooma dhammaystirin isagana inuu doodaa inuu ka dhigaa haddana caalamkii wuxuu u sheegayaa mukhtaar weli ma tanaasulin muxuu leeyahay he's someone kidnapped not politician siyaasi ma ahan siyaasi ma ahan haddaad tiraa qofkan muxuu yahay argixiso waayaad ku shaabadaynaysa hadda ma fahamta macnihii caqligaasina waa fahmnay waa laysku fahmay ma ahan siyaasi annagana waxaan u doodaynaa mukhtaar siyaasi waaye madaxweynuhu u sharaxnaa laga soo qabsaday digil iyo mirife inuu wax noqdaa la diiday aan u doodayna isagana siyaasi ma ahan markaasaa kuwa u sacbinaya madaxweyne xasan sheekh mukhtaar u dooday ma u doodine isagaa god ku ridaaya erayadiisa
markaas waxa la weydiiyay adiga hadii lacal la ku guuleysatid madaxtinimada Soomaaliya kursiga aad qabsatid Xasan Sheeqow Muqtar Robow ma soo deynaysa ha ma dhihin ma inuu caadi waayo jir waan in iska caadi xaq u leeyahay inuu banaanka yimaado laakiin ma dhihin waan deynaya macnaheedu waa maxay haddaan fuulo lama arkayo waay macneeda that's it qiyaanooyinka barta marka madaxweynaha ma shalay uu saxnaa mise maanta uu saxan yahay gabdhihii sacuudiga loo dhoofiyey bilaa maxramka cabaadaay marka laga yimaado lo'dii uu 4,000 oo lo'a uu ku iibsaday hantida qaranka oo jiilaalka markuu yimaadeen ee baabaaday caqli xumadaasi geel inuu gatay ahayd marka aan ka imaano iyo 60-ka boos ee hadda uu xaraashayo uu isleeyahay haddii nabad iyo nolol ay soo noqoto waxba kuma yaalaan xagga markaan dhigno basaska macnihii airport-ka lagu aaday isagaa samaystay madaxweyne Xasan Sheekh chess uu haystay macallin iskuul uu ahaa sida aniga oo kale hadday u badato $200-$300 uu qaadanayay waayahay moota feesbadiisii si mad bay suran tahay lugteeda ilaa hadda buluugga uu iskool ku tagi jiray intuu ka keenay daarahan guriyuu ka dhistay Turki aqalluu jeexday xoolahan oo dhan ma anagu naga shaqo badan yahay annagoo intaasoo sano Yurub ka shaqaynaynay waddamada ugu mushaarka intuu ka keenay haddaanan annaga nala dhicin haddaan nahay Soomaalida ka kooban mayga iyo maxaaga marka xalaal baan la aadin xaaraan baa loo bareeray xaqunaasaa la cunay hantidii dadka la dhacay masaakiintii la boobay wixii dalka la gelin lahaabaa jeebka lagu shubtay hays odhan cidi kuma maqlaysa aqalla jeexo heestii way dhagaysan waayeen marka isku soo wada duub madaxweyne Xasan Sheekh marka shalay markuu lahaa go'aanka waxaan soo dhaweynaynaa golaha wasiirada waa lagu dheeldheelay maaweelo waay dadka in la maaweeliyaa rabaa roobla inuu waji samaysto rabaa oo ceegoobay oo meel walba macnihii buskud u taagan war professor Jawaari oo u dhashay digil mirifle mailand ayaaba diidayba 2017-kii hindisaha Xasan Cali Qayre iyo golihiisa wasiirada ee ah ONLF macnihi inkastoo ONLF ay tikree taageersan tahay haddana macnihi ONLF in markayse lagu daro argixisada Soomaaliya Jawaariyaba diiday marka dowladda Soomaaliya marnaba uma register garaysnayn ONLF inay tahay argagixiso marna kuma jirin ha marka hadda inuu yiraahdo dani hindisa uu keenay ee Roble shaqaale u ah golaha wasiirada inuu dhaho macnaheeda qalbi dhagax iyo ONLF argagixisa lagu tilmaamay waa ka saarnay oo Xasan Cali Qayre la rabo in lagula dego Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow hinday Xasan Sheekh Maxamuud qoraalku soo qoray hadda waa sax ONLF in argagixisa lagu shaabadeeyo macnihii waa qalad way qaldanayd inuu dhaho oo isaga jigjiga markuu tagaayo muxuu dhahay waa argagixisa isaga afkiis ka dhaayo madaxweyne ah hello laabo salaamu calaykum aadan waa ku salaam marka hore waxa uu tacsiyeynayaa wiilasha dhintay oo xalay la dilay Allah uu naxariisto gacan ka xaq darna ayaa dishay Soomaalina dhibka haysta waa taas hadaan kasoo tago taas tacsida nimankan oo isku sheegaya hadda matal Xasan Sheekh ayaa sheegaysa ani Xasan Dacas kama tagaana waa qaanaa ilaan xataa Dacaska suuliga lagu tagay lagu galaayay wuu ka tag wuu qaatay way fahamsamaan xoolihii ayuu dhacay hantida qaranka ayuu dhacay wax kastuu dhacay mideeda kale roob la baahanay way fahamsam roble macaroni roble inta magac uu leeyahay magac kalaan kuugu daraa maanta iga dhageyso magaca kale waxa waay roble wuxuu yiri waxaa rabaa yiri 60 milyan haysto inaan noqdo yara iska barajeeyo 30 milyan haysto way maqle ha heerkaas hadda maro yaa roble way fahamsamay roble wax uu haya male abki ayaa afkiya ma garanay hadda ninkan horta Allah naga qabto asaga iyo wax lamid ah masiibad uu wado Ilaahay waxa uu bariya asaga hoostiisa la inay ka dhalato meel kale ba aysan aadin waxa way looma baahno waxa uu socdayna waxay ahayd maanta waa saacad sheekay oo shaaca ka qaaday ninka la dhaho Qayre ayuu dhulka rabay inuu la jaro way fahamsama ilaan Qayre wuxuu rabaa inuu madaxweynuhu soo sharaxo baa wada ognahay taas waa wax aan la wada ogyahay maanta okay asaga iyo dani waa heshiiyeen waa ninka dhahaya maal dhaweed ku yahay abeesooyinkii halaqyada idin hortaagana rabaa inaan idinka celiyo war asagiyaa halaqa war asagiyaa abeese war asagiyaa dhurwaage ah runta marka aadan oo masabeena la sheegaa walaalow laakiin haddii shalay uu dhahayay nimankaasi waqooyi halaqyada iyo dhurwaayada dawcooyinkan idinka celinaya meelaha fafadhiya haddana isagaaba boobayay marka
واسدي هدي وكادي هاي واب اللوجي ده سما وحا وادون كوا حا وقح المتقانة نين لب لب مص لب أفلع وجرة وقت سما وحا وي كان هدو كل ساعة وشرب كان كلينو وكنينو ما يفهمت ودقلو في الثانوية وحو كوس كده يا ينكور وحا وسمينا يو سدو وصل الحنلا واي فهمت سما أبي سوين ما أنت أنا أصدق يا كون نقد هالق يدي يا أبي سوين كي الرواية دي جد كجيفي أو حل دبانة ده كده جنون نقد ما أنت وأنك الداعي الراب للراب لباهني لحدن جر لحدن مليان هايستان عن رباير إنها نقضة إلاني ما يفانت أنا جا وحن دي للراب يبوح لمدة الله عنا قبته هرتا وح صومالي الدبن دام يبوكو وضبو إلهي بعنا قبته ولو كان حسن ولو كان هد جوغو ولو موريانو دن دبن دام يبوح وضو إلهي عنا قبته ويفان سما ولالو صومالي ما انتو وحيو بانتا إنا يشيسو إلا إسراحو ودن كاننا أو تشنو أولاد دي النواد عركتي إلا بانكو قدر شابين روح بين دحاس وحال صودق فيسبوك قبدا يرير شنجر يلحجر أو لسينا يمحل دير يشيش شدوقايو إن كان الورك حقيا الورك قرنقين جوقنا قبدي المي يرير مركزات لو قلايو هذا نو دب كجرو وحاوي ماشان دد كان دولد نمر ربان حبر قدر مركو دي هربو كل قوم مغدا هنسي قبضنا موريان إسباروين ويفان سو أي ديغن أيين هادان إسبارة دي أيو ننكل داي الروب لي أقول لي صوماليو دولد دي حدي دك سمينو يا ويفان سو ما إسبارة إنو دكتو لكن إن شاء الله مو هقاق يس إسبارة ديس أساقي اللي ركم بدي إسنا ولا ويا سعيد عبدالله الدني حمر وقسو قورا يا هلا يسوي سقوط تيولي هاي العقدي إمارات كمعارض كردن يسجل سوسي دار شدنا والله مقولات هاي الدنيا إنه كقولي يستسأل لك ما يا بكرسك أبدا ما كقولي سنة أنا إيدي إن شاء الله وحي كقولي سنة لا وشيء قا ما أنت سوماليا وحي أبها أنت هاي العكس تقاضو حل دبانا ده صاب حدونا هدو إلهي يرهدان كوري ما أنت هدي أقشبانا كوري نين موريانا أو دبن دابي سعيد عبد الله الدني بل بلار وان أقنا كوري وحي قسمي بوساسو دبك أوقيست دادك وكلاي وان أقنا وايفان سما هدو يتدنا ودعو دادك باري جوغي أوحان كوري أي دهان سلامي قيليان أي دهان انتو دني يمدب لمشدن تاريخ دي قشتاس وايفان سما هدنو لنكي أقشبانا كوري هدي الدني يوح لمدة أقشبانا كوري هذا وركاس إيه قرمانت محادي داي فرماد جبل العقوة كسوا بحاي العقتي حسن شيخ حسن علي قيل وكو قياني فرماد جساس وكسوا بحاي باش العقوة محادي داي أنا قل العك ما هاد لايف أنا قل العك ما هاد لايف وحن كار لايا حل دبان نظن كار لايا حل دبان نظر هدي العك قاتانا دربان العقوة قادش أتكن قف كارتاسيني سوايفا سما هوري وركاس لو يري هرو ودعي هذا الكاس وحا وهدي دعضان كور بقول يسديتن يشن حل ديبان اي اقوش فان عن كور من دلك هوغي هاقر دامو اقل نايو ومانت صومالي دب اليان كوري آقر مالنت القاوية ايقال لويدينا وركاس اخر اذن وانيق مانت ميثانت والله انا بينكو شيقين نو اد يا اد باد اما سنتا اذان مدن واي هايو والال باقت كجرة ما هاد لل هايد والال ما حاكو الدرايس الرأي قاعد السلام عليكم وعليكم السلام رأي قاعد ما حاكو الدرايس استوديوها إياه كجرتة ولال رأي قاعد وحنفل لها ولالو نك كان رئيس الوزراء إسكوش قايو جد إيه جهديد كا نك كان جد إيه جهديد كا عد ووجي كسمي سنة إيه ودن ودن كلي هاي ملها وحان أنيقة مالنتي للدورتين كهدل ما فهنتي مالنتي كولك يعني أقوني شخصي هانو ليها أساق أقوني شخصي هانو ليها شخصي أهانتي سانا قانا ما فهنتي وحان ووحبا هانو قير لهين أو ودنك إنو للرقو لوك يعني هذا ما أنت أرركان أولي هاي أرقق حسديان كقاعدة هرتيا سارة أرقق حس ييس أرركان وحوقة بنجرين يي وحوقة بنجرين داد كي لنجرين غير غوراغي بابورتا كغوب جيرين قبيلهي بيكسن جيرين وحي لا شقين جيرين محال يراهدان تكراغي لا شقين جيرين وحي اهايين محال يراهدان سوماليا ما اها موقت او كلين كشناد او سوماليد دغنتahay ما اها محال يراهدا قيبتا سوماليا درس كلا ابس هورتا موقتahay اوغادينك وحا كوسو دغن سوماليا درس لا وحا كششيهنا وا سومالي كلي او اجنبي هورتا حدود لما لها اساس مو اوقتahay اديات
أجنبي أيجو حدود لا ملها أرامي سن حدود لا هين عن فرس سن حدود لا هين أو وحي حدود ليه الصومالي ذا ولي قدن ذا ما سلك أي ليه هين عيدا ماذا يعني إثيوبيا ما أي سن ويرر صبت نينك دجا على ما وحلو قعدا وحو أبارة سلك يد عيدا ماذا يدقينه هروين كعيدا ماذا عيدا ماذا هروين هو وين وحي كيا لان إن ماشان لا ضحى حدود إيران كلا ليه هين een kastarka ugu weyn firfir ma la dhaha ay ku leeyihiin kan kala godeeyay ku leeyihiin een mid ugu weyn godeeyay ku leeyihiin een magaalo oo magaalada ay ka soo sokeysay ilaa laga galay jigjig ay ku leeyihiin wadigood xira military oo Ethiopia leedahay ma aysan weerarin noloshoodi jabhada ay yihiin 30 sano aan dagaalamayna ku leeyihiin 30 sano aan dagaalamayna wali idaacadaha caalamka ma ka maqashay ama BBC ama hadalba ha ahaatee xira military oo Ethiopia leeyihiin ay weerare maya su'aaladan ku diyo xabsiga loo yaqaan arbashaqi ayaa lagu xiraa dadka argixisa lagu eedeeyo qalbi dhagax qofkii meesha lagu xiraana isagoo dhalaaya ma dhali karo mar dambe kaadidana ma ceshan karo laakiin qalbi dhagax xabsiga macni meesha la geeyay guriga la geeyay laba ilmoona dhalay isagoo ciilun u soo baxay ku dhacday taas iska taas waxa ku cadeynayso Cabdullaahi Yuusuf la xira beerkiis asoo beer laan uu ka soo baxay meesha kan asoo ciilun uu ka soo baxay adiyad ma fahante Cabdullaahi Yuusuf ay qabteen Cabdullaahi Yuusuf beerkiis oo shaandho uu ka soo baxay kan asoo ood ka ciyanaag loo geeyay waliga ma aragtay in lagu leeyahay Axmed Madooba u tagay nin xabsi ku jiro qol fadhiya tikree ma taageersanayn nin argixisaas uu ugu tagi karaa Axmed Madoobe oo tikree taageersan haddii qorshe la isla ogyahay oo afgambi sida ikraan taaliil oo kale aan laga damacsanayn markaas abo waxa dhan oo ninkan loo soo qabtay waxay ahaayeen way isku xirnaayeen tikreega iyo ninkan hebel dhagax la leeyahay foto dhagax oo isku xirnaayeen wuxuu joogay gaalkacyo wuxuu meeshaas ka abaabuli jiray maxaa la yiraahdaa dhalinyarada ogaadeenka ah iyo dhalinyarada Soomaali galbeed ka soo jeedo oo farmooq jiray waliba wuxuu kala shaqeyn jiray maamulka Puntland galmudug iyo Soomaaliland intaba uu kala shaqeyn jiray hadda markuu xabsi ayaa laga soo deeyay yiri safarkiisii ugu horeeyay Soomaaliland u tagay ma fahantay wuxuu u tagayna waxay ahayd sirdoon uu ahaa sirdoonka Ethiopia uu ahaa sidaydii iyo sirdoonka Ethiopia uu ahay buugeyga yaa laga xiran oo dhah buugeyga yaa laga xiran meesha ugu horeysa uu booqday Soomaaliland ay ahay sababtoo sirdoonka Soomaaliland iyo sirdoonka TPLF iyo sirdoonka Puntland ay waa wada shaqeysan jireen ma fahantay وكان حبين سردان وقتر سنتي بي ألف وقها قلبي دقح محو هرقيس اتقي وحو اتقي إنا نرميس للشاعر ما دام شعب كي صوماليات شعب كان صومالي ذا بير لكا وحلاب لكا الله يقانان جان إن كان وحو أركي محالي ري هذا شعب كيو غهبل دقح هبل دقح هبل دقح مكاسو اتقي صومالي لانو يري يالي كشفن بوغاك تيد إيه هاي إنا سردان هيا لصوبان ديجي حت صوبان ديجي كرتنا مالها ما فهمت وسمى والله دت بسومالي لان دولة دودة كجرة انت إلها اللينا دين واهينا واني كان واسردان لكن مقالة مقدشة وحيتا يا بو مركا اللي قوليه يا هاي بوت لان ايو ايو سومالي لان ايو ويكا اكتف سيهين دتك كلاتا اقصي وحفهمان لكن دت كان مقدشة دقن مرمر ملكا استري هديد دت كان ما وحبا اقلمان وحبا اقلمان اسلي هذا ugu dambeyntii markaa mi fahantay ugu dambeyntii markaa qorshahan ma arkayse raisul wasaaraha uu geeyay shalay golaha wasiirada oo ina la fan ka saaray dhahay argixisada iyo madaxweyne xasan shiiqoole ma arkayse wadadii ficneyd hadda lagu soo dhacay oo ina la fiin argixis lagu tilmaamo ma ahan madaxweyne xasan shiiq nafsadiisa soo jigjiga kama dhin waa argixis oo ina la waddanka dhanba asay kama talinayn isma ooga moqtaay waddanka dhanba gabra ka talinay wixii dhahay la dhaho iska dhahayay ee ninkii jigjiga tagay oo ka dhaanteeyay oo yiri argagixisay ahaayeen u bay ahaayeen isma ooga isma ooga dad markaa anaga waxaan haysanaa oo aan qabiil ahaan ku taageereyna oo maanta aan leenahay maxaa la yiraahdaa reer hebel nin reer hebel fatada ku haya kama argoosan kartid ma fahantay dadkii kuwii shalay dhiibaya hadda maanta kuwan Puntland ka hadlaya faroola iyo maxaa la yiraahdaa gaas iyo ninkan kaleeto la leeyahay maxaa la yiraahdaa kiim buuga ka qoray Soomaali galbeed oo maxaa la yiraahdaa juxa maanta ku dhahay waa soo dhaweyna waa kuwii gadanayay
ما فهمت كو يشري كذا ناي أما أنت قربان هذا تمايو مرك أنجا وحن بلا يا بنا هي سومالي ذي نان أنجا سومالي ذي حرت أمريكا نهاي أول واحد إنك حرودي حزب إثيوبيان أما أنت يوحي أتر تمايان أون ألف حزب إثيوبيان أو جقد لص الرئيسه ربع إنه قبته وهو سد حزب سد حد حزب مريكان كمان ده ويتضاد يكون قبتين أو أهيد أو أون ألف يكون جرتي oo ay leeyihiin annaga Itoobiyaan nahay annaga maxaa naga galay dad Itoobiyaan maxaa sa annaga dawladdeenii ee dad Itoobiyaan la isku soo garab qabanaya maxaa annaga xisb Itoobiyaan ah xisbigeena maanta annaga meeqa xisbiyan leenahay Soomaali markii la do haba eediyay bino diwaan gelsanaanin laakiin qof walba xisbigiisi maanta Itoobiya ma u doodi kartaa dadkan Soomaalida ah oo xisbiyada leh ka soo qaad oo muqdisho iyo Soomaalida xorta ah maanta intuu baxaan Itoobiya ma lagaaga hadli kara waa maya ma lagaaga hadli kara marka anaga waxa isaga keenay darsan Soomaa qarankeeni iyo waxa isaga keenay darsan waxyaabo aan hoose war Carab waa dad isla dhashay mas waad ogtiin qadar iyo imaraat dadki Turkiga ka celiyay niman kale leeyahay qadar in la qabsada la rabin waana laba nin oo ilmo qadeer ah نوال بدولد نمديس سيدي كوبت بادي كرتو كوبت بادي عناقا محان ناقا قلي اون الف مانتي واه تي بي الف مانتي قروب تاه نمانك اللو قولي ايه تي بي الف اون مانتي ايه اون الف واه اسكو السياسة ايه تي بي الف داي دالكي انا كون اكتقيت قول بسقير كاوك احمد مدوه بحان اوكو دنباينتي سيادو عرق تاه سركالكا لقود دي لي مقالة مقدشان لركن لي اوكو دنباين abo waa maqlay laakiin sida loo dilay jagadiisa loo dilalaba ma fahantay sax waa laga dilanay waa cadahay soomaali nafta waxay ka tahay malaha laakiin maalinta way tixnin ciidan oo la dilo way yaraatay nin jaga laga disho way yaraatay waxa soo celiya waa wasiirkan 7 milyan wadankidan hadda farahu ka baxay farahu ka baxay wadanki waxa way ka dilo ka dila socod sabta dambul jadiida rabta inay jagooyinka waaweyn waliba waxa iman doonto taliyaasha ciidanka lagu tagi doonaa wax kale inta iska deysid way soo socotaa hasuug lay problem markuu yiri odowaa hal bedelo hebel hal bedelo marka 30 jir 30 milyan wataa qasaay meesha ha waxa way gudoomiyayaasha xataa waa la dilaa ninka xataa hadda gobolka Banaadir haysta finish waa la dilaa waa la bedelaa way dhamaatay xal kale in la bedel maynina la arkay marka way la dilaa qof walba waa in qorta laga gooyaa iyo qolo inay ku laan dheereeyso degmadaasi si kuwa kale ay u boobto halkaas ayaa ha qolo sida istiraado meeshan annaga ka iskale ha dhawso no ee de hadhe wadambeen way ha qolahay nay macnay wiilka waxa loo dilay in wuxuu ka yimid meesha inay macnay Soomaali u sinaato degmadaas degmadaas Soomaali inay u sinaato dad waxaanu meesha ku nool aan ogoleen Soomaali inay u sinaato marka sinaanta Soomaaliyeed macni waa ogeyd dadkii aan la xirirna waxay dhahayn calaashaan meeshaas dadka la xirirna waxay dhahayn in meeshaas macnihi xamar waxa loo yaqaan in hal jufo leedahay asana wuxuu dhahay hal jufo male waa loo sinay marka sidaas u dhint sinaashahaas macni uu yiri meeshaas waa loo sinay ama dadka shacabka maatida macnihi sida dadka banaanka wax ku gato waratada oo kale sida macnihi markii sadhig qof intu dambi gala sadhig la soo xiro macnihi inuu qabiil saftada la galo iyo macnihi saa waa in hebel saa loo xiray iyo qof kasta wuxuu maraaya macnihi dambigu geysta in la eego canqaabuhu maraaya ma jirtaa hortay hortay iyo hebel in hebel waaye in hebelna lagu tunto in hebelna macnihi yaa usan maxaba inuu dambi galay inuu isaga galin iska kamid ha ahaato saas u dhinta kalaar weyn cadda taas macnihi dadka saldhiga markay yimaadaan oo simay macnihi ha ha iyo suu u simay suu u simay suu u simi karaa aniga meeshaan macnihi tun weyn saa qof yar ama shala yimid ama macnihi ama bas qabiilkaas xun ka horreeyay hebela qabiilada yar yar anoo madiina jooga sawir ilaahay sin reebal u dhinta wiilkaas intaas u sababsaday waana la og yahay
هدان لسكين دكترين دادك مغا كنو لكين لي إدي دوران هاو دشان شلق يجرير ماي يمحا نهوي دارود در ويقوجيه قفتي حق بمركي لو هذا لاي حق لكن حق إلهي هكينو عدي ماشي اللي دي لمركة بوس كين لولو ريقة مالحبا ياس وي عد هتاس واح عد إسلا كوة دلاي ها لكن علي راوي علم عدي بوس كاس قيلي دونت واي ما حد جوج معني ويلكو اسكمر دي مني ويلك دد كيسيا جوج ما قعرور كتئي نغوي رانس دد دد قبل والله أسأل والله أسأل سلعة الدور كمرك ما هيش الدور كسلعة جناسة الدور كله سقدر والله سواء أسأل خجوري سرون تا هو إذا قبر يسأل عليها أنوري إن شاء الله أهلك وكر أنت كبح أن كم بدنا هنا إلهي بدل غير غواصي إن شاء الله هاي ذي الأشياء قدرني أقول نمك وسوي كرسي أسوق على وش كجرا أبيس بنته لكن درين كذا دتك ماش كل نولا ماش علاين مسوي نعباين دتك معني سو مالي دكنا كل أذيع أنا دتوا كل سو حرير ماش سكون نول ها أنا أقول كي معني وقفل قدير صدوها قفل قدير صدوها سو مالي ماش كل نول عدة دون تأه تلو قدير صدوها أنا إجا أهين خبري رأطها ما أنت إس إجا أهين إجا تها سدتها قبل قد يرصدوا لكن ميت سودة دوية الله أوكي أنا الله ودي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أنا حريستو أنا جانا الله إله إلهنا مرينا وما تنت هاي مريم أبريري وتهوي الكاسي سركالك عبد الله دير اللي قد لي دك ماذا دركين لي طبعا ما استوديا ما دام سومالي ولنا يوفرنت هاي مر والب قف والب وكان اللي كرنا مر معني هدي حاس كيجي ما أركي اسم معني ويلي أبريري وتهوي للدلينا iyadan hadda wax ka reebay male Soomaalidaas ay la mid tahay way ka hadli kartaa qof loo diidayna mucaarad iyo muhaafid male kuwa wax dilay kuwa la dilo kuwa wax dulmay kulli studiyan waa qof laga leeyahay male marka inta dulmana uu hadlaa dulmigu diidaa shanta Soomaaliya ha digli iyo mirif Soomaaliya shanta Soomaaliya naftirkeeda ba qalada maylan macni studiya iskale laakiin ما إلى شدقة دمانات بس واي ما إلى شدقة دمانات حاكون دمان قد كاسوكي هدك دبيور يوهد ما إلى ما حاعد ديسي عد ما حاعد ديسي عد ديسي لأنا قربهن علنك ما إلى قبل يقول ريسو حيرة تسومتي سومتي هذا معني هذي علنك حيرتي سنو يسير حالي هذا أمتك عقا ما يلعب بقر يسير ديقاك حقويا ديقاك وانا قالي قيمش انتو قلنا ماذي ديقلي مرفل قلنا ماذي ديقاك يو الرحوين يو الرحوين مركا الرحوين نواتا هاي خير كاقا نواتا هاي مركا اسكو سوى دوب استوريا قفل با أفران واليال دولمي انا مرول بوا كادلنا ما انتلو حوية حاجية مريان علي جمعالي ما دام ويل إيه هبريرو تهاي يدنا ما أركي سيل الدلي عد كذا سيدا سو إذا كسو كاري لكن بونس يفيو راديس أنا جم عليه ما صمينه ما أركي سي اسمحي يسينا سيدا عام كا ورك سيدا تايبان إذا يسينا ما كتاني نوا تعسي إلهي هون حريستو سومالي ودن إنتو كردين تنا إلهي ما أركي سي معني سمير إنا هلا كسي أنا جانا سيدا كلا ما إن شاء الله وإذا سلام هنا إن شاء الله ولا ليال دردار كيرو حوي عمل كان إلهي درتي أقبو محايا لمد مد مد كذا عمل فليس درادي إيه بو أركي يا سعيد أنا بتصل سفرك ووديري هاي حمول كان إسكير كابد الله فولي دونا مد أذك ويان موقال كان موقال كي كره دينا لك لقاطب بلنت أنا ذو حوية حاجة ده نصو حرس حاجة هاي السلام عليكم أنا نصو حرس صحيح أنت سومالي ده صحيح هذا مستوي يا مسيا كتار شنات بلنت نواد شنات الفردوس إن شاء الله أوكي كم بيجي حاجة